السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم اس فاطمة فتحي ان شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض It's Chapter 2 ل Theme 1 Chapter 2 معانا بعنوان Taking care of me taking care of me يعني تاخد بالك مني تاخد بالك من صحتي من اكلي زي مثلا mother is taking care of her children الأم بتراعي أو بتاخد بالها من ولادها taking care يعني راعي او ياخد باله taking care of me يعني تراعيني او تاخد بالك مني التشابتر بتاعنا ان شاء الله هيتكلم عن التشينجز اللي بتحصل للهيومن اثناء الجراس احنا بنبقى ايه الاول بنبقى بيبي بعدين بنكبر هنشوف ايه المراحل اللي بيعدي بيها الهيومن علشان يوصل للادلت هنتكلم عن اللايف سايكل بتاعت اكتر من كائن حي هنتكلم على الاكسترنال انيمال بودي البودي بارتس اجزاء الجسم وهنتكلم عن اهميه الاجزاء دي هنتكلم عن الفود جروبس مجموعات الطعام هنتكلم عن ازاي نحاول ان احنا نعمل او تنوع في الدايت بتاعنا في طريقه الاكل بتاعتنا عشان نحافظ على صحتنا هنتكلم تاني عن ازاي نقدر نعمل ال choices فاكرين للتشايز الاختيارات اللي بتاثر عليا وعلى اسرتي وعلى مدرستي وعلى الكوميونتي اللي انا عايش فيه وهيكون معانا جزء صغير كده بيتكلم عن المس ان شاء الله الشابتر هيبقى جميل جدا ولطيف وهنستفيد منه بمعلومات كتير والنهارده ان شاء الله هنبدا اول درس في التشابتر ودائما تعودنا قبل ما ابدا درس النهارده احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك like وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول زي ما قلت إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن لسون 1 وأول تايتل هيقابلني Growing Family Growing يعني تنمو بتكبر Growing Family الفاميلي لما بتزيد أو عددها بيزيد لما بتكبر الأكتيفتي بيقول لي put true on the correct pictures that describe the right acts towards babies put true on the correct pictures that describe the right acts towards babies هنعمل علامة صح on the correct picture على الصورة الصحيحة اللي, اللي بتوضح أو بتصف the right acts التصرفات الصحيحة towards babies ناحيه البيبيز العنوان كان growing family الفاميلي بتكبر ازاي اعدادنا بتزيد ازاي بيكون بابا وماما بيجيبوا اطفال بيبيز كل ما نجيب بيبي الفاميلي بتكبر الفاميلي بتزيد بيحصل growing في الفاميلي عن طريق ان بيجي بيبيز جداد صح طيب ايه التصرفات الصح اللي ممكن نشوفها هنا في الصور دي ناحيه البيبيز طبعا البيبي مش بنتعامل معاه زي اي حد لا ده لسه صغير فلازم نتعامل معاه بطريقه مختلفه بياكل اكل معين بيلعب بطريقه معينه بيهزر بطريقه معينه يعني ما ينفعش تعامل معاه زي زمايلي اللي في سني لا البيبي بيكون ليه رعايه خاصه اول بيكتشر شايفين الولد عامل ايه مشغل مش الميوزك بصوت عالي والبيبي نايم هل ينفع لما البيبي يبقى نايم احنا نعمل دوشة جنبه كده؟ طبعا لا لما البيبي بيكون نايم لازم كلنا صوتنا يبقى واطي جدا بنحافظ على الهدوء في المكان عشان هو ينام براحته لان النوم مهم جدا للبيبيز تمام بصوا تاني صورة هنا الولد بيدي اخوه الاكل بتاعه شايفين نوع الاكل اللي هو بيديهوله بيديله ايه ملك لأن البيبيز في سن معين ما بياكلوش بيشربوا لبن بس صح؟ فما ينفعش أديله أي أكل تاني ما يناسبش سنه كل سن وفي الأكل المناسب اللي ممكن يأكله يبقى في السن ده بيشرب لبن بس وده الأكل المناسب ليه يبقى ده رايت right أكت ده تصرف صحيح بصوا الصورة هنا البيبي المفروض ان هو taking شاور واخوه بيساعده وبيجيب اللبس علشان يساعد ان هو يلبس على طول ده رايت اكت ده كده بي تيك كير اوف هيز براذر صح بياخد باله من اخوه بيساعد مامته وبياخد باله من اخوه بصوا التصرف ده بصوا بيلعب مع البيبي ازاي بيلعب معاه بالميه لدرجه ان الميه دخلت في عينه هل ده جود اكت طبعا لا ده مش جود اكت لان انا قلت البيبي دايما بيكون ليه معامله خاصه ما ينفعش نتعامل معاه على انه حد كبير بالطريقة دي إحنا كده بنضايقه وبنضره، بصوا هنا بيدي للبيبي أبل، هل البيبي يعرف ياكل الأبل دي؟ لأ ده مش الأكل المناسب ليه، إحنا اتفقنا إن البيبي بيكون فيه أكل مناسب لكل سن، في السن ده هو مش هيعرف ياكل يبقى ده مش رايت أكت، هنا بصوا هنا بيلاعب البيبي بالراحة بهدوء بطريقة تناسب سنه لان هو لسه صغنون يبقى ده رايت right اكت يبقى احنا اتعلمنا ايه في الاكتيفيتي ده اتعلمنا الرايت right towards توردز البيبيز عشان ايه to keep them سيف and healthy احنا دلوقتي بنشوف الرايت right اكتس اللي احنا لازم نعملها مع البيبي علشان نحافظ عليه سيف امن يكون امن ما بيتعرضش لاي خطر وهيلسي يقدر يعيش بصحه كويسه عرفنا لما البيبي يبقى نايم المفروض ان احنا ما نعملش دوشه لان النوم مهم جدا ليهم في السن ده عرفنا ايه هو الاكل اللي ممكن البيبي ياكله في السن ده عرفنا ازاي نتعامل مع بيبي ازاي نلعب معاه وازاي ناخد بالنا منه يبقى النهارده اتعلمنا ان البيبي له معامله خاصه عشان نحافظ عليه safe and healthy وأحب أنوه متابعينا الكرام إن إن شاء الله هيتم شرح منهج القيم واحترام الآخر للصف الثاني الابتدائي وإن شاء الله هنستخدم كتاب الوزارة في شرح المنهج على قناتنا قناة برايفت ماس لسنس تاني تايتل هيقابلني النهاردة في الدرس بتاعنا The Baby's Life Cycle The Baby's Life Cycle فاكرين كلمة لايف سايكل؟ خدناها قبل كده دورة الحياة يعني ايه دورة الحياة؟ يعني التطورات اللي بتطرق على البيبي لغاية ما يكبر ويجيب بيبي جديد نقفل السايكل فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الاول بيكون بيبي بعدين child بعدين تينيجر بعدين adult فاكرين؟ خدناها السنة اللي فاتت السنة دي هنزود عليهم حاجة هنزود عليهم كلمة elder elder تعال نشوف الاكتيفيتي الاول put each of the following words below the suitable photo to show the stages of the human life cycle put each of the following words هنحط كل كلمة من الكلمات دي below the suitable photo تحت الصورة المناسبة to show عشان نشوف ال stages of the human life cycle المراحل بتاعة حياة الإنسان تعالوا الأول نقرأ الكلمات دي ونشوف معناها elder 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 يعني راجل عجوز راجل كبير كبير في السن يعني راجل عجوز child child يعني طفل baby baby يعني طفل رضيع لسه بيبي بيرضع ادلت ادلت يعني رجل بالغ او شخص بالغ كبير زي بابا وماما كده ادلت تينيجر تينيجر يعني مراهق المراهق ده تقريبا من سن 13 ل 18 سنة تقريبا او 16 سنة تمام طيب ده ايه أول حاجة خالص ده ايه ده ده صغنون لسه هو مش حتى مش عارف يمشي ولا يقف يبقى ده بيبي يبقى أول ستيج من الستيجز of the human life cycle البيبي طب لما يكبر شوية يبقى إيه child تشايلد. طفل للتشايلد ده بقى بيقدر يمشي وياكل ويتحرك طيب لما للchild يكبر شوية بيوصل لإيه إيه المرحلة دي تينيجر تينيجر اللي هو المراهق تقريبا من سن 13 سنة ل 18 سنة بعد التينيجر مين ده؟ ده adult وآخر حاجة لما نكبر خالص بنبقى أنا قلت الراجل عجوز اللي هو elder إحنا شوفنا هنا إيه؟ دي اسمها الـ Life Cycle of the Human أو الهيومن Human Life Cycle يعني إيه؟ يعني دورة الحياة للإنسان أول ستيج من الستيجز بتاعة اللايف سايكل Life Cycle of the Human البيبي يكبر شوية يبقى Child يكبر شوية يبقى Teenager يكبر شوية يبقى Adult لغاية ما يوصل لسن الالدر اللي هو الراجل الكبير العجوز دي المراحل او الستيجز اللي بيمر بيها الهيومن في اللايف سايكل بتاعته